واضح بأنه دعم أميت أوزداغ لكليتشدار أوغلو أحدث غليانا داخل الطاولة السداسية، ما هو العنوان بتقديرك في تركيا الآن؟ يعني الطاولة السداسية إلى مزيد من التشتت وإلى مزيد من التصدع بطبيعة الحال، ونحن ذكرنا ذلك سواء معك أستاذ علاء أو في لقاءات تلفزيونية أخرى، أن هذه الطاولة غير متجانسة وغير حقيقية، ولا أحد على هذه الطاولة يحب الطرف الآخر، وبالتالي هي متصدعة فعلا، وها هي تتصدع اليوم أكثر وأكثر ببركات أميت أوزداغ، وبالتالي يعني العترة على كمال كليتشدار أوغلو في 28 من أيار مايو الجاري في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وضعه حرج للغاية، تارة يريد أن يرضي أميت أوزداغ وتارة يريد أن يرضي حزب الشعوب ديمقراطي، وتارة يريد أن يرضي أحمد داود أوغلو، وتارة يريد أن يرضي ميرال أكشنار، وبالتالي وضعه صعب، لا يعرف يعني إلى أين يتجه في هذه الانتخابات، هو كشخص لا يعرف، ولكن نحن كمتابعين وكشعب واضح أنه يتجه للخسارة في الجولة الثانية من الانتخابات. ولكن هذا بالتأكيد لا يدعو إلى التراخي كما أكد اليوم الرئيس أردوغان. يعني بطبيعة الحال لا يوجد تراخي أستاذ علاء أبدا على الإطلاق، نحن نقرأ في كثير من التعليقات أن تراخي وتراخي، لا يوجد تراخي، يعني كل الجهات المعنية بالعمل الانتخابي الميداني أتكلم عن تحالف. تحدثنا ربما أستاذ حمزة لو قاطعتك عن هذه الفكرة بالتحديد في اللقاء السابق، لكن اليوم رئيس أردوغان شدد عليها أنه ليس، يعني قال رئيس أردوغان بأنه كمال كليتشدار أوغلو ليس غريمنا ومنافسنا في هذه الانتخابات، إنما منافسنا يتمثل بالكسل والتراخي والشعور بنشوة الانتصار. صحيح، هذا كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو تتويج للعمل الميداني القائم من قبل حزب العدالة والتنمية، من قبل بقية الأحزاب الأخرى. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضع التاج على هذا العمل الميداني المفترض أن يؤتي أكله بشكل إيجابي في الانتخابات، والدليل على ذلك أن الانتخابات في الخارج أرقامها أكبر بكثير من أرقام الجولة الأولى، وهذا يعني أن هناك تحشيد كبير خاصة من قبل تحالف الجمهور بقيادة أردوغان، وهذا ظهر في انتخابات الخارج. صحيح، هذا ما قلته، يعني انتخابات الخارج الآن أرقام المشاركة فيها أكبر حتى الآن من، وهي انتهت في الخارج اليوم، أكبر من الجولة الأولى، وأيضا انتخابات المطارات يعني للذين عناوينهم مسجلة خارج تركيا مستمرة حتى يوم الأحد المقبل الساعة الخامسة، وبالتالي أرقام الخارج ستكون يعني ستلامس ربما المليونين في هذه الجولة، وبالتالي رقم كبير مقارنة بالجولة الأولى. هذا الرقم يشير إلى الجهد الميداني الكبير والإعلامي الذي يقوم به تحالف الجمهور والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لي كما ذكرت في لقاء سابق لتحصيل رقم قياسي وليس مجرد الفوز بالانتخابات. أستاذ حمزة سريعا لو تكرمت، هل بيان حزب الشعوب الديمقراطي اليوم وحزب اليسار الأخضر يمهد بتقديرك بالتأكيد طلعت عليه، هل يمهد للانفصال عن كليتشدار أوغلو؟ يعني أستاذي ليس بهذه التفاصيل لندخل، يعني دعنا نتكلم بشكل أوسع من ذلك، كما ذكرت اليوم هذه الطاولة متصدعة، هذه الطاولة لن تستمر لا مع حزب الشعوب ولا مع أحمد داود أوغلو ولا مع علي باباجان ولا مع كمال كليتشدار أوغلو ولا مع ميرال أكشنار، هذه الطاولة متصدعة ستنكسر انكسارا كبيرا إما من الآن حتى يوم الانتخابات أو بعد الانتخابات 100%. اليوم نحن أمام مواجهة كبيرة.